في كل موسم من مواسم الزيارة الأربعينية يتسابق أساتذة ومنتسبي وطلبة جامعة الكفيل لتقديم أفضل الخدمات للزائرين من خلال المواكب الخاصة بالجامعة، وعددها 3 مواكب. الأول في مدينة الكوفة قرب الصحابي الجليل ميثم التمار، والثاني في الشارع المؤدي إلى مدينة كربلاء قرب العمود 23، والثالث في محافظة كربلاء المقدسة قرب العمود 1422 في شارع العباس. حقيقة حرصت الجامعة على تقديم أفضل الخدمات للزائرين، منها الخدمات الطبية، إذ يقوم أساتذة الجامعة من كلية الطب وكلية طب الأسنان والصيدلة بتقديم الاستشارات والخدمات العلاجية وصرف العلاجات الضرورية الخاصة بالزائرين، فضلا عن تقديم الخدمات الخاصة بالاستفتاءات الشرعية، بالإضافة إلى مراكز خاصة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام ب3 وجبات: الفطور والغداء والعشاء. ومن هنا حقيقة نود أن نبين بأن هذه الخدمة هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها علينا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ زوار أبي عبد الله الحسين وأن يتقبل أعمالهم وأن يعم إن شاء الله تعالى الأمانة والأمن في عراقنا الحبيب.